السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أهل القرآن يقول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ذكر الله عز وجل في هذه الآية ذكر لنفسه هذه الأسماء ولله عز وجل الأسماء الحسنى ومنها ذكر الجبار
فهو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو بمعنى القهار الذي قد دان له كل شيء وخضع له كل شيء، ولا يقع في هذا الكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهو مع ذلك أيضا يأتي بمعنى الرؤوف الجابر للقلوب المنكسرة، فيجبر الكسير ويغني الفقير وييسر على المعسر كل عسير، ويعيذ من لاذ به ولجأ إليه، ويجيب دعوة الداعي إذا رفع يديه، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته فقال: كذلك الجبار في أوصافه. والجبر في أوصافه نوعان: جبر الضعيف، جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني، والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسان. ولك أن تتخيل يا عبد الله كم جبر الله تعالى من قلوب، وكم فرج من كروب، وكم كشف من خطوب، وكم أغاث من منكوب. فجبر الخواطر معنى كريم، جبر الخواطر معنى عظيم من صفات الله عز وجل التي يحب الله عز وجل أن يراها في عباده المؤمنين. ولذلك عباد الله كان الحظ الأوفر منها لمن؟ لإمام المتقين وسيد المرسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، كما وصاه ربه بذلك بعدم كسر الخواطر فقال له: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فالتزم بذلك عليه الصلاة والسلام. أتعلمون لما؟ لأنه كان خلقه القرآن. ونحن إخوة الإيمان نحن كذلك والله بحاجة لهذه الصفات، نحتاج أن نجبر خاطر الحزين كما فعل رسولنا الأمين صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كان لي أخ صغير يكنى أبا عمير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه، وكان له نغر وهو طائر صغير يشبه العصفور، كان يلعب به، فمات هذا الطائر، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذات يوم فرآه حزينا، فقال لهم لأهل الدار: ما شأنه؟ قالوا: يا رسول الله، مات نغره، مات طائره. فقال صلى الله عليه وسلم مواسيا له جابرا لقلبه الصغير: يا أبا عمير، وهو طفل، يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وكأنه صلى الله عليه وسلم يقول له: أخبرني ما الذي حدث. ولكم أن تتخيلوا عباد الله شعور هذا الغلام، لكم أن تتخيلوا شعور هذا الطفل وهو ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسترسل في حديثه معه، يذكره بطائره وذكرياته ومشاعره: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لكم أن تتخيلوا ما لهذا الحديث من أثر لجبر قلب هذا الصغير وتسلية قلبه الكسير. عباد الله، والله نحن بحاجة لمثل هذه الأخلاق مع الكبير والصغير. نعم، نحن بحاجة أن نجبر خاطر المصاب المنكسر. فاسمعوا كيف كان صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه الكرام. اسمعوا إلى جابر ماذا يقول. هذا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يذكر لنا كيف جبر بقلبه النبي صلى الله عليه وسلم لما لحظ عليه الحزن والانكسار. قال جابر:
لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام منكسرا حزينا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ فقال: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا جابر، أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ فقلت: بلى يا رسول الله. فقال: ما كلم الله، قال صلى الله عليه وسلم: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا. يا جابر، أحيا أباك فكلمه كفاحا، ليس بينه وبينه ترجمان. وقال: يا عبدي، تمن علي أعطك، تمن علي أعطك. فقال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية، أعود إلى الحياة، تحييني فأقتل فيك ثانية. فقال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. لكم أن تتخيلوا حال جابر، والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثه بهذا الخبر المفرح الجابر، لكم أن تتخيلوه. هل عاش بعد ذلك يفكر بأبيه؟ هل عاش بعد ذلك حزيناً منكسراً؟ لا والله. فانظروا كيف جبر النبي صلى الله عليه وسلم قلب صاحبه بهذا الخبر. كذلك عباد الله، نحتاج أن نجبر خاطر المظلوم. نعم، نحتاج لذلك، لأن الحياة قاسية والظلم كثير. فهذه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كانت كلما حدثت بحديث الإفك تذكر موقف امرأة من الأنصار. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: وأصبح أبواي عندي، تحدث بهذا الحديث، وأصبح أبواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما، لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى إني ظننت أن البكاء فالق كبدي. قالت: فبينا أبواي جالسان عندي وأنا أبكي في الدار، فاستأذنت امرأة عليه، استأذنت امرأة من الأنصار، تقول عائشة: فأذنت لها. قالت: فدخلت مباشرة فجلست تبكي معي، ليس بيدها شيء إلا هذه المواساة، لأنها تعلم أنها مظلومة، فجلست تواسيها بالبكاء. فانظروا عباد الله، انظروا أن المشاركة ولو بالبكاء كيف أصبح مثالا من أمثلة الوفاء. نحن نحتاج والله لمثل هذه الصفات، نحتاج أن نسعى في جبر هذه القلوب المنكسرة في هذا الزمان المخيف، في هذا الزمان الذي يكثر فيه الظلم والحزن والهم والغم. نحتاج أن نقول للمصاب الذي فقد عزيزاً أو حبيباً: إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، فلتصبر أخي ولتحتسب، فإن الله لا يريد بك إلا الخير. قل للمريض: شفاك الله وأعانك وكتب لك الأجر وأثابك. قل له: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. قل له: أبشر، فإن الصابرين قد أعد الله عز وجل لهم أجرا بغير حساب. قل له: اصبر، إنما هي ساعات وأيام، ثم مردنا إلى يوم الحساب، ثم الجزاء والجنة والعطاء والثواب. قولوا للفقير، قل للفقير: انظر إلى أمسك، ذهب بما فيه من خير وشر، وفي الغد رزق سيأتيك سواء كنت في بر أو في بحر. اصبر أيها الفقير، فليس والله بينك وبين الغني إلا يومك هذا، فهو قد مضى على الغني ومضى عليك. قل له: اصبر، واجبر كسر قلبه. نعم، قل له اصبر، وادعو الله عز وجل أن يرزقه من واسع فضله. أجل أيها المسلم،
كن كحبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم، تخلق بأخلاقه، تأدب بآدابه، كن مثله عليه الصلاة والسلام، كن مثله عليه الصلاة والسلام. قل للجميع كلمة طيبة لعلها تكون سببا في نهاية الآلام. إذا لم يكن عندك مال تعين به على نوائب الأيام، وكن كما قال الأول: لا خيل عندك تهديها ولا مال. فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا هو الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحتاج عباد الله، نحتاج أن نجبر خاطر الذي يعتقد أنه لا قيمة له في هذه الحياة، أنه لا قيمة له في هذه الحياة، نحتاج ذلك والله. نحتاج أن نجبر قلوب الفقراء والمساكين والمشردين. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: إن رجلاً كان من أهل البادية، اسمعوا لهذا الحديث العجيب، يقال له زاهر بن حرام. كان هذا الرجل من أهل البادية، يحبه النبي صلى الله عليه وسلم جداً، يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية، وكان إذا أتى إلى المدينة يجهزه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج إلى أهله، حتى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زاهراً بادينا ونحن حاضره. قال أنس: فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يبيع متاعه في السوق، فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم من الخلف، وزاهر لا يدري من أمسكه، وهو يقول: أرسلني، أرسلني من أنت؟ فلما التفت إليه وعرف أنه النبي، عرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، سكت وسكن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس: من يشتري هذا العبد وهو حر؟ من يشتري هذا العبد يمازحه أمام الناس؟ فقال زاهر: تجدني يا رسول الله كاسدا، إذن لا قيمة لي. فقال له صلى الله عليه وسلم جابرا لقلبه، قال: ولكنك عند الله لست بكاسد، أنت عند الله غال يا زاهر. فانظروا عباد الله كيف كان صلى الله عليه وسلم يجبر القلوب المنكسرة الضعيفة التي تظن أنها لا قيمة لها في هذه الحياة. واعلموا أيها الكرام أن جبر القلوب قد يكون حتى في السرور والأفراح، لا يشترط في الأحزان. أجبر القلب إذا ما دخل السرور على أخيك فافرح مع فرحه. فها هو كعب بن مالك رضي الله تعالى وأرضاه لما تاب الله عز وجل عليه وعلى صاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، يقول كعب: دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، يقول: فقام إلي طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه، قام يهرول حتى صافحني وهنأني بتوبة الله عز وجل لي. يقول جابر، يقول كعب: والله لا أنساها لطلحة. هل هذا الخلق موجود عندنا عباد الله؟ هل تفرح لفرح أخيك؟ هل تفرح له أم تغتاظ وتحسد؟ إذا رأيت نعمة نزلت على أخيك هل تفعل ذلك؟ يقول: والله لا أنساها لطلحة. إي نعم، وكيف ينسى كعب هذه اللحظات وقد شاركه طلحة الفرحة والتبريكات؟ وأنتم عباد الله اتقوا الله، اجبروا القلوب، شاركوا المشاعر، واعلموا أنها عبادة لا ينساها ويثيب عليها الله القوي القاهر. وقديما
قالوا من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله عز وجل في جوف المخاطر. فاللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.